مشاهدينا الاعزاء، والانطلاقات ايضا تتواصل مع هذه التحديات الجميلة والانطلاقات المثيرة التي تنطلق في عاصمة الميادين شوطا تلو الاخر وسط اجواء المنافسة ووسط اجواء التحدي الذي يظهر في ارضية هذا الميدان، حيث تابعنا الاسماء الكبيرة والعملاقة التي انطلقت ايضا بمنافسة قوية حتى الامتار الاخيرة، وكانت هي في قمة الابداع والانطلاق محققة هذا الفوز والانتصار. انطلق الشوط الثامن الخاص بالابكار المهجنات لسن الابداع، اليوم يوم الابداع، هذا هو الابداع في هذا الختامي الكبير، والا فلا. من يريد الابداع فعليه بالحضور في يوم ايضا ابداعات ايضا ملاك الهجن، وسط ايضا الحضور الذي يترقب العين على ختامي الوثبة. نتابع المقدمة ونسير ايضا مع هذا الانطلاق، وفي المركز الاول يتواجد او تتواجد الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول. ننتقل مباشرة الى المركز الثاني من خلال ايضا هذا الانطلاق والتحدي الرائع والجميل من الجانب الاخر، حيث تتواجد كذلك مشاهدينا الاعزاء، هذه هي ايضا الشايبة، حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي ياتي على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول. ننتقل مباشرة الى المركز الثاني، لدى وجود ايضا وانطلاقة مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات انتباه احمد بن سالم بن سعيد الخيالي، من يقدم ايضا انتباه في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ننتقل مباشرة الى المركز الثالث خلال هذه اللحظات الرائعة والجميلة، حيث بدأ التحدي كذلك من الاسماء الاخرى التي بدأت بالتقدم في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير خلال هذه اللحظات. كذلك من الجانب الاخر هذه هي تصل ايضا الظبي ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري يتقدم في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير بوجود هذه الاسماء المتقدمه. ننتقل الى المركز الثالث او الرابع، هنا تصل مشاهدينا الاعزاء سحابه خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم كذلك في هذا الانطلاق هذا الاسم خلال هذه اللحظات المميزه. ما شاء الله تواصلت الاسماء، انطلقت ايضا على المركز السابع في هذه اللحظات عفو راشد بن محمد بن مبارك الخيالي، يصل شعار بن سبت في هذه المراكز المتقدمه. المركز الثامن تصل العنود محمد بن عتيق بن علي الكتبي، بينما المركز التاسع هنا تدخلت وانطلقت ايضا العنود محمد بن سالم بن حمدان المنصوري ياتي على المركز التاسع، وعاشرا تنطلق ايضا الذيبه سعيد بن راشد بن حمد النيادي متقدما ايضا في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير. هذه هي الاسماء الاولى، هذه هي الاسماء المنطلقه بمسار وتحدي هذا الشوط. ترقبوا الاسماء التي تتواجد ايضا خلف العشر المراكز الاولى، ياما من اسماء قويه، ياما من شعارات مثيره، ياما من اسماء ترغب ايضا بتحقيق الفوز والانتصار. خلاص يا اخواني المضمرين وملاك هذه الاصايل المنطلقه امام حضراتكم، ما تبقى الا منتصف المسافه، ما تبقى ايضا الا هذه الاسماء القويه التي قادمه ايضا المنافسة القوية في الأمتار الأخيرة، العودة إلى الصدارة. عفو 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 على الصدارة، عفو على المركز الأول، ليس عفوا بل تنافسا قويا في أرضية هذا الميدان لنيل كلمة الناموس، هذه هي عفو. راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي يأتي على المقدمة على المركز الأول منطلق مع الصدارة ومع المركز الأول. ننتقل أيضا إلى المركز الثاني، وصلت الأسماء القوية، وصلت كتارة جمعة بن محمد بن قمر المهيري يتقدم مع المتحدي في هذا الانطلاق بوجود كتارة، دير بالك يا علي بن سعيد الزرعي من يرافقها أيضا في هذا الانطلاق. كذلك المركز الثالث تدخلت الأسماء، انتباه
انتباه احمد بن سالم بن سعيد الخيالي يتقدم ايضا مع المركز الثالث المركز الرابع. وصلت الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي، تدخلت الاسماء سحابة ومرت كالسحابة الممطرة للخمس المراكز الاولى. خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري يتقدم في هذا التقدم الرائع والجميل. وصلت الأسماء، تقدمت الشعارات من الجانب الآخر الضبي، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري من يقدم أيضا هذا الاسم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. الله، شوط حماسي، شوط مثير، شوط انطلاق رائع وجميل للأسماء المتقدمة كوصول الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيل. الله، هذه هي أيضا معزة مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري يأتي بأنقام معزة في هذا الانطلاق في هذا الشوط المثير. خلاص خلاص خلاص، 1500 متر تنبيها لجميع المتواجدين خلف العشر المراكز الأولى، من يريد الناموس فعليه بالتحرك لأن الإذاعة تأتي بالإبداع في الأمتار الأخيرة، تكون الطيور الطائرة نحو الفوز والناموس. راقب وحماس الجمهور في المسار الخارجي أمام عيونكم متابعين الكرام، حيث حضر أعداد كبيرة من أبناء دول مجلس التعاون لمشاهدة هذا الحدث الكبير في ميدان الوثبة. 1200 يا بن سبت، 1200 يا بن سبت، خلاص الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة بن منانة قادم، كذلك بن جبران من الجانب الآخر. الموقف خطير، الموقف صعب. وصلوا أبناء الضفرة، وصلوا أبناء الضفرة في المركز الرابع، يترقب الأربع المراكز الأولى بدون يتوامر حتى هذه اللحظات، كوجود أيضا هناك المقدمة والصدارة. هذه عفو راشد بن محمد بن مبارك من سبت الخيالي تأتي بشعار الأسماء التي تأتي تصاعديا في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني معزة، تحركت معزة، مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث مهيضة مهيضة أو مغيضة، منصور بن قارب بن منصور آل سيف الخيارين، ولكن بدأ الحوار الثنائي، بدأ الحوار الثنائي ما بين الثنتين. جولة الأوامر الأخيرة يا بن سبت. الله 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 الله، معزة 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 على المركز الأول، ولكن أيضا عفو 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 وهي كفو، عفو وهي كفو. 300 متر الأخيرة، الله، هذه هي السبوك التي تأتي مع الانطلاق منذ البداية وحتى النهاية. هذه هي عفو، هذه هي عفو. راشد بن محمد بن سبت الخيالي يأتي على المقدمة، يأتي على الصدارة، يأتي على الإبداع. عفو عفو عفو، عفو على الصدارة، عفو على المركز الأول. تنطلق أيضا بمقدمة هذا الشوط، تهاني لراشد بن محمد بن مبارك الخيالي. المركز الثاني معزة مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري، بينما المركز الثالث وصلت ايضا مغيضه، منصور بن قارب بن منصور آل سيف الخيارين. وايضا المركز الخامس كان الوصول ايضا من العنود محمد بن سالم بن حمدان المنصوري، عفوا في المركز الرابع، لتكون خامسا ايضا زعفرانه ام عبد الله بن مبارك بالقاضي الحميري. ما شاء الله، التحدي قوي والانطلاق مثير والابداع اتى بعنوان ايضا عفو التي قدمت العروض الممتازة والانطلاق الرائع والمدير في انطلاقة هذا الشوط، حيث كانت في قمة التنافس وقمة الإبداع. شكرا يا بن سبت من قدم هذا الاسم، راشد بن محمد بن مبارك الخيالي التي سجلت توقيت زمني مقداره مشاهدينا الأعزاء 9:06:08 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. معزة لسيد مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري، أتت في المركز الثاني حيث قطعت مسافة السباق بتوقيت ثمني مقدار 9:07 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت مغيضة، منصور بن قارب بن منصور أسف الخيارين، قطعت أيضا مسافة السباق في 9:08:02 وجزئين من الثانية.